السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزبر قناة تعلم الكهرباء من الصفر. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية تركيب مكيف الهواء بأنفسنا أو الانستالاسيو دان كليماتيزور. في بعض الأحيان نبحث على التقني لكي يركب لنا المكيف ولم نجد، خاصة في فصل الصيف. إذا إن تركيب المكيفات الهواء يمكن أن يكون أو تكون مهمة بسيطة وممتعة إذا كنت تتابع هذه الخطوات الصحيحة، لذا دعونا نبدأ. الخطوة الأولى نخرج المكيف من داخل العلبة. إذا المكيف الخاصة بنا تاع اليوم من نوع برون، جميع المكيفات تركب بنفس الطريقة، يعني يتشبهوا كامل عندهم نفس المكونات. نحيو هذا المسمار باش نحيو هذا الحامل عفوا للقطعة الداخلية الخاصة للمكيف باستعمال هذا المفك. خطوة رقم 2 لازم نحيو هذا الغطاء للأنابيب بهذا الشكل، ضروري يخرج الهواء عندما نفتحوا هذا الأنابيب. نسكت شوية باش تسمعوا. اذا كما راكم تسمعوا الهواء، اذا ضروري يخرج الهواء للتاكد من سلامه هذه الانابيب كما راكم تسمعوا هذا الصوت. اذا الان نحينا غطاء انبوب الرقيق او انبوب الطرد، الان نحيو غطاء انبوب الكبير او لاسبيراسيون، يعني هذا معمول لاسبيراسيون بهذا الشكل. إذا الآن تم الانتهاء من يعني فتح هذا الأنابيب. الآن نشوفوا نحيو هذا الشريط اللصيق باش نفتحوا هذا الغطاء الخارجي للقطعة الداخلية باش نقدروا نفتحوا غطاء حماية الأسلاك الداخلية بهذا الشكل. ما علينا غير نحيو هذا المسمار باستعمال المفك، يعني الطريقة سهلة بزاف بزاف. إذا كما راكم تلاحظوا الآن نحيو هذا الغطاء، كما راكم تلاحظوا الآن رانا نحينا هذا الغطاء. الآن نروحوا إلى وراء هذه القطعة الخارجية باش ندخلوا الأسلاك تاعنا باش نقدروا نوصلوا الأسلاك. إذا الآن نحينا هذا المثبت، الآن رانا ندخلوا الأسلاك الخاص بنا. فيما يخص طريقة التوصيل، إذا كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة نلقاو هذه هنا، كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة نلقاو لهنا رقم 2، إذا لهنا أيضا نلقاو رقم 2، وأيضا في القطعة الخارجية نلقاو رقم 2، وأيضا في السلك رقم هذا كما راكم تلاحظوا أيضا تلقاو مكتوب رقم 3، أيضا لهنا نلقاو رقم 3. أما فيما يخص هذه الأسلاك الثلاثة، إذا هذا الأرضي، هذا سيليونتر، والآخر يكون في رقم 1. إذا نبداو في السلك رقم 1، إذا نستعملوا اللون البني كما راكم تلاحظوا في هذه. الآن نروحوا نوصلوا الحيادي باللون الأزرق كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، لازم التثبيت يكون مليح كما راكم تلاحظوا. الآن نوصلوا الأرضي بهذا الشكل، السلك اللي عنده باللون الأخضر والأصفر. الآن نوصلوا هذا السلك اللي مكتوب عليه رقم 2 ويروح إلى نقطة توصيل رقم 2 في القطعة الداخلية بهذا الشكل. الآن نوصلوا السلك رقم 3 كما راكم تلاحظوا مكتوب رقم 3، يروح إلى نقطة توصيل رقم 3 في القطعة الداخلية. إذا كما راكم تلاحظوا الآن رجعنا مثبت الأسلاك لهنا في هذا المكان باش ما يتحركوش. إذا الآن نرجعوا غطاء الخارجي بهذا الشكل. الآن شوفوا طريقة توصيل الأنابيب مع القطعة الداخلية للمكيف الخاص بنا. إذا أول شيء نبدأ من الأنبوب الرقيق بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. إذا الأنبوب الرقيق مع أنبوب الرقيق مع القطعة الداخلية كما راكم تلاحظوا. إذا لازم نثبتوا مليح هذا الصنابير بهذا الشكل لكي لا يحدث التسرب
الغاز، يعني ضروري جدا يكون التحكم او التوصيل جيد. اذا ثم بعد ذلك نربطه او نوصله هذا الانبوب الكبير مع انبوب الكبير مع القطع الداخليه بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. ما لازمش يعني لازم نسيريو، يعني ما لازمش يكون عندنا مشاكل عندما يتم تدوير هذه البراغي. الآن كما راكم تلاحظوا تم انتهاء في طريقة التوصيل. الآن لازم نجمعه مع بعض هذا الأنابيب مع أسلاك الكهرباء عفوا، ثم بعد ذلك باستعمال هذا الشريط اللاصق كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، أو الشريط اللي يجي مع هذا المكيف. إذا كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة لازم حتى نخلصوا كامل هذا الشريط. الآن سوف نقوم بتثبيت حامل القطعة الداخلية بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة. الآن يتم تثبيت هذا حامل القطعة الخارجية باستعمال الليفيس أو المسامير. الآن نبدأ في تثبيت القطعة الداخلية بهذا الشكل. أول شيء نبدأ في خروج هذا الأنابيب مع أسلاك الكهربائية. إذا هذه العملية تتم أو نروح غير بالعقل باش يعني ما يتكسروش هذا الأنابيب. إذا نروح غير بشوية حتى وين يخرجوا جميع الأنابيب، ثم بعد ذلك يتم التثبيت بهذا الشكل. إذا كما راكم تلاحظوا الآن تم تثبيت هذه القطعة الداخلية. الآن نخرجوا هذا الأسلاك فقط، نخلصوا من القطعة الداخلية نروحوا إلى القطعة الخارجية. الآن وصلنا إلى القطعة الخارجية. أول شيء نحيو غطاء الأنابيب، ثم بعد ذلك نحيو أيضا غطاء الخاصة لربط الأسلاك الكهربائية للمكيف أو للقطعة الخارجية. إذا أول شيء كما راكم تلاحظوا رانا نحينا غطاء للأنابيب. الآن رانا نحيو في غطاء للأسلاك الكهربائية بهذا الشكل. إذا الآن نروح إلى طريقة توصيل الأسلاك. إذا أول شيء نبدأ بالأرضي كما راكم تلاحظوا كاين هذا الرمز هنا يمثل الأرضي. إذا نوصلوا هذا السلك باللون الأصفر والأخضر من هذا المكان. إذا الآن نوصلوا السلك اللي مكتوب عليه رقم 3 بنقطة التوصيل رقم 3 بهذا الشكل. الآن نوصلوا السلك رقم 2 اللي مكتوب عليه 2 في نقطة التوصيل رقم 2 في القطعة الخارجية. الآن نوصلوا هذا باللون الأزرق إلى الآن أول ناتر بهذا الشكل كما عملنا في القطعة الداخلية. هذا باللون الأزرق يروح إلى الآن اللي هو النتر أو الحيادي باللغة العربية. الآن يبقانا هذا باللون البني يروح إلى النقطة رقم 1، نقطة توصيل رقم 1 في القطعة الخارجية بهذا الشكل. إذا كما راكم تلاحظوا الآن رانا وصلنا جميع الأسلاك في أماكنهم المناسبة. الآن نرجعوا هذا المسامير. الآن نرجعوا غطاء الخارجي للأسلاك أو لحماية الأسلاك بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. نرجعوها الآن نحيو هذا الصنابير بهذا الشكل أو غطاء الصنابير وين نوصلوا الأنابيب. الآن نبدأ في ربط أو توصيل أنابيب أنبوب الطرد أولا بهذا الشكل اللي هو أنبوب الرقيق كما راكم تلاحظوا. الآن تم الانتهاء من ربط الأنبوب الرقيق. الآن نربطه أو نوصله الأنبوب الكبير بهذا الشكل بنفس الطريقة أيضا. إذا لازم نزيرو مليح هذا الأنابيب لكي ما يكونش تسرب الغاز أو ما يحدثش يعني نقص الغاز في المكيف الخاص بنا.
إذا كما راكم تلاحظوا تم الانتهاء في طريقة الربط أو توصيل الأنابيب كما راكم تلاحظوا بهذه الصورة، لازم توصلوهم جيدا. الآن نشوفوا طريقة فتح الغاز، إذا تبعوا هذه الطريقة، إذا الطريقة مهمة جدا جدا، إذا لازم تعملوا هذه يعني. إذا أول شيء نفتحوا كما راكم تلاحظون نستعملوا هذه المفتاح، إذا نفتحوا الغاز تاعنا هكذا كما راكم تلاحظوا مرة برك مرة واحدة، ثم بعد ذلك نروحوا إلى هذا الأنبوب الفوقاني بهذا الشكل، لازم نخرجوا الهواء اللي كانوا في الأنابيب بهذا الشكل. إذا حتى وين يخلص الهواء يعني في هذا الأنبوب الفوقاني. الآن نفتحوا الغاز تاعنا إلى الآخر بهذا الشكل. إذا نفتحوا الأنبوب هذا أو هذا الصنبور الطرد إذا حتى النهاية، إذا كما راكم تلاحظوا الآن فتحناها حتى النهاية. بعد ذلك نفتحوا الأنبوب الكبير بهذا الشكل، هذا سي لاسبيراسيون التحتاني سي لو ريفولمون، لازم يفتح كامل. الآن شوفوا طريقة التحقق في التسرب الغاز، إذا لازم نوجدوا ماء وصابون بهذا الشكل مع هذا البونج، إذا نروحوا إلى هذا الأماكن وين يعني ثبتنا هذا الأنابيب، إذا نشوفوا هل إذا يعني خرجوا الكريات التسرب الغاز، إذا ما كانش إذا ما شفناش هذه الكريات معناتها ما كانش تسرب الغاز. إذا الآن كما راكم تلاحظوا ما كانش الكريات اللي خرجوا من هذا الأماكن وين ثبتنا هذا الأنابيب، إذا نقولوا يعني ما كانش تسرب الغاز، يعني حكى أو ربطنا أو وصلنا هذا الأنابيب بشكل جيد. إذا الآن انتهينا من طريقة التوصيل وأيضا من التحقق في التسرب الغاز. الآن نرجع جميع هذا يعني اللي بروتكسيو أو حماية هذا الصنابير. إذا الآن تم الانتهاء من طريقة الربط والتوصيل الأسلاك. إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أنني وفقت في شرح. إذا لديكم أي سؤال تبون في الكومنتير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للحلقة القادمة إن شاء الله.